واجب المسلم أن يعلم الآخرين ما علم من أمور دينه، ولكنني عندما أقرأ أشياء في أمور ديني وأريد بعد فترة أن أبلغ، أخاف أني نسيت شيئا أو أخطأت في بلاغي أو أني قد افتريت على الله، وحينئذ أخشى من ذلك وقد بلغت شيئا غير ما قرأته، فهل أعاقب على ذلك؟ جزاكم الله خيرا. يظهر من أسئلة هذه الأخت أنها مبتلاة بالوسواس، مبتلاة بالوسواس، فعليها بترك هذه الوسوسة وعدم الالتفات إليها، وأن تمضي في طريق طاعة والتعليم والتعلم والعبادة، ولا تتأثر بهذه الوسوسة ولا تلتفت إليها، وتستعين بالله عز وجل، تستعين بالله من الشيطان الرجيم، ولا يضرها بإذن الله.